الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العلي العظيم. في هذا المقطع من سورة النحل يشير الله سبحانه وتعالى إلى السبب الحقيقي في ضلال الكفار والمشركين، سواء في ذلك الزمن أو في زمننا هذا. السبب الحقيقي إنكار الحق. لماذا؟ للتكبر، للاستكبار. عادة الأنبياء سلام الله عليهم وسلام الله على نبينا وعلى آله، هؤلاء كانوا يواجهون المجتمع المنحرف في أزمنتهم بأدلة بسيطة برهانية عقلية، وبالتدليل على فطرتهم، يعني تحريك الفطرة البشرية الموجودة السليمة في ذاتهم، في ذواتهم. كل كلام الأنبياء وكل رسالات الوحي من أول يوم إلى آخر زماننا، يعني زمان القرآن، كلام يطابق العقل ويطابق الفطرة السليمة الموجودة في البشر. طيب شنو المشكلة؟ المشكلة أنه بعض الناس أولا تعودوا على ما مضى من آبائهم، من أسلافهم، تعودوا على الشرك، تعودوا على الكفر. هذا سبب. السبب الثاني عدم الخضوع لكلمة الحق. لماذا؟ للاستكبار. يعني يقول أنا أفهم منك، أنا أعرف. هذا الداء
الآن في مجتمعاتنا أيضا موجود. احنا دائما نقول فيها طيلة هذه السنوات التي أنا بخدمتكم في خدمة التفسير، أقول لنطبق آيات القرآن على عصرنا أيضا، على واقعنا. هل هذه الآيات نزلت في زمن النبي فقط؟ للثلة كانوا في مكة في قريش وفي غير القريش؟ لا، القرآن غض طري يتكلم معك كأنه ينزل للتو آية آية. في هذا العصر أيضا احنا مبتلين بهذا الشيء. هناك كلام حق هسه في الأمور السياسية، في الأمور الاجتماعية، في العلاقات الزوجية، في التربية، في كل شيء، وفي العقائد، أهم شيء في العقائد أكو كلام حق. لماذا ينكر الحق؟ لماذا يهضم الحق؟ ليش؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ يشير إليه القرآن في أماكن متعددة أن السبب الحقيقي لإنكار الحق هو الاستكبار. الاستكبار حالة جدا سيئة موجودة في الإنسان، يجب أن يصارع الإنسان مع هذه الحالة حتى يطهر. حتى إحنا المتدينين عندنا هذا الشيء، يعني خلينا نكون واقعيين. لا يخلو أحد، ليش؟ لأنه هو كل واحد يفكر نفسه أعلى من الآخرين. حتى في الجامعات الأكاديمية أكو نزاع بين الأساتذة، بين الدكاترة، وفي بعض الحوزات مع الأسف أيضا أكو، خلني أعترف. خلي يكون الواقع هو الحاكم، الحق هو الحاكم. ليش الحق لا يقبل؟ للاستكبار. طبعا الاستكبار إلى أسباب أخرى، مثل أنه المنافع، المصالح المادية، المصالح الفئوية الحزبية وما أشبه. بالنتيجة العلة الحقيقية هي الاستكبار. هذه الصفة إذا واحد يقدر يصارع معها هواية ينجو بشكل أنه يصل إلى الحقائق، خاصة في العلوم الإنسانية. في العلوم النظرية الرياضية شوية ممكن، يعني مثلا هسه بشكل مثال جدا بسيط، 2 + 2 = 4، 4 أو 5 4. ما يصير واحد يستكبر يقول 2 + 2 = 5، ما يصير. يقولوا له انت مجنون او انت غلطان مثلا، ولا يقول 3. في العلوم الإنسانية هاي المشكلة. الآن صراع عجيب في المدارس الإسلامية حتى حول كثير من القضايا، مثلا هل كل ما في الفلسفة صحيحة أم لا؟ هل كل ما في العرفان، هذا المصطلح الجديد يعني والعرفان الإلهي، صحيح أو لا؟ هل الجبر هو الذي يحكم العالم أو التفويض، أو لا جبر ولا تفويض؟ حول صفات الله سبحانه وتعالى، حول مشيئة الله وإرادة، هذه بحوث موجودة في الحوزات العلمية وحتى في الجامعات. المشكلة شنو؟ المشكلة أنه عندما تصير بحوث بين عالم وعالم، أو بين عالم وجاهل، يجب أن كل الميول وكل الأهواء نحذفها ونجي نخضع للعلم. شلون نخضع ل2 + 2 = 4؟ أيضا هنا يجب أن نخضع للعلم، لنداء العقل. هذا الذي كان يصر عليه القرآن ويشير عليه
في آيات كثيرة منها هذه الآيات التي سوف أتلوها عليكم في سورة نوح رقم 7. نوح تدرون بعد قصته، هواية تعب شيخ الأنبياء، حسب القرآن 950 سنة كان يدعو أمته، إيش قد اهتدوا؟ يقال أنه 80 نفر يقال. شنو كانت المشكلة؟ شوف، هو نوح يعبر عن مشكلته مع قومه بلسان القرآن في سورة نوح آية 7، يقول وإني يناجي ربه، يعني يقول الله أنا بعد ما أقدر عليهم هذولا حسب تعبيرنا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. أنا شنو كنت أريد منهم؟ أريد هذول الظلم لا يسوون، إجرام لا يكون في مجتمعهم، القوي لا يأكل الضعيف، الأصنام التي يعبدونها ينبذونها يأتون إلى كلمة الحق، هذا كان حتى تغفر لهم، يعني كل هدفي كان لمصلحتهم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني تغفر يا رب لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم. عجيبة هذه، حتى في زمن النبي كان يصير الشكل. واحد يروي طبعا صار مسلم بعدين، يقول أنا أجيت إلى مكة نزلت على أبي سفيان، طيب قلت خلي أروح أطوف، المشركين كان لهم طواف طبعا، طواف بطريقتهم صفير وتصفيق وما أدري، قد حالة عجيبة ينقلها القرآن. أريد أروح، أبو سفيان قال لي دير بالك أكو واحد من بني هاشم هذا يدعي النبوة ويمكن أن يسحرك، عند حالة سحر يقرأ في شيء جذاب بلغة عربية فصيحة يعني قرآن. النبي شنو كان عنده؟ يجلس بعد الثلاث سنوات اللي كان مخفي طلع، كان يجلس عند الكعبة على جدار الكعبة يقرأ القرآن، الرحمن علم القرآن مثلا، وهكذا قل هو الله أحد، هاي الآيات اللي كانت نازلة في أيام مكة. العربي كان ينجذب إلى هذا الأسلوب من القرآن، البلاغة والفصاحة كانت موجودة عند العرب فينجذب، بعدين المعاني جدا رائعة جدا سامية، كان يصير مسلم. شنو كانوا يعلمهم؟ يعلمهم اجعلوا أصابعكم في آذانهم، ودوا إياكم قطنة خلوه في آذانكم، امشوا لا تستمعوا لهذا الرجل. هذا الراوي هو ينقل، نسيت اسمه الآن، يقول أنا جيت أطوف شفت إيه والله أكو واحد يقرأ شيء، خليت أصابعي في أذني في أذني، مشيت الشوط الأول مثلا الشوط الثاني، بعدين قلت يا رجال، كلمت نفسي يعني شنو أنت يعني جاهل؟ أنت أديب شاعر مثلا تفهم، بأي مناسبة تخلي ليش سحر؟ شنو خلي أسمع شنو هذا يقول؟ يقول شلت القطنة وشلت أصابعي، قمت أستمع شفت الله شنو هالروعة من الكلام، مضمونا ولفظا، مضمونا يعني المعاني سامية جدا واللفظ جدا عالي، يا شعر امرئ القيس يا المعلقات السابعة، هذا جدا راقي. رحت عنده، منو أنت؟ قال أنا محمد، اللهم صل على محمد، ابن عبد الله رسول رب العالمين. شنو عندك؟ قرأ 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 شفت كلام صحيح. لماذا تدعو؟ بماذا تدعو؟ تدعو أدعو لنبذ الأصنام والتوجه إلى الأخلاق الفاضلة، هاي الرسالة السماوية والمعاد وإلى آخره. يقول أسلمت. طيب هذا الرجال كمثال، كمثال إذا كان العناد والاستكبار يطغو عليه ويخلي أصابعه في آذانه ويمشي، شنو كان يصير؟ كان يصير إلى ضلال. نوح يشكو إلى ربه يقول وإني
كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يخلون ثوبهم حتى لا يسمعون، وأصروا. ليش؟ شوفوا ثلاث أشياء: أصابع في الآذان، استغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا. التكبر داء قاتل أصلا، داء قاتل، مو بس في المجتمعات العادية اللي احنا عندنا، في قضايا كثيرة في السوق، في خاصة في الأمور العلمية. لا، واحد لازم لا يستكبر، حتى إذا واحد عنده عداء مع شخص، بس ذاك الشخص ده يعطيه كلمة حق يقبل. في سورة المنافقون آية 5: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. لووا يعني يشكلسون، ما أقبل. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. أيضا يرجع شنو؟ إلى الاستكبار. في سورة الجاثية رقم 8: يسمع آيات الله تتلى عليه. بعض الناس كانوا يسمعون، هسه هذا يخلي أصابعه في آذانه، يستغشي ثيابه، لا يولي، لا لا، يجي يسمع، يسمع، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يصر مستكبرا يعني مو محقا. مرة أنا عندما هاي في الحوزات العلمية في الجامعات أيضا موجودة، عندنا مباحثة، تدرون العلماء لما يقعدون معلمين أنه تباحثوا مباحثة وصياحهم يصير، ما يخالف، هذا يجيب دليله وذاك يجيب دليله، استدلاله، براهينه، من الأمور العقلية، من الأمور الأحاديث، روايات، ما شنو، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية. جيد، هذا شيء حلو المباحثة، ولكن بشرط أنه إذا رأيت أن هذا الكلام الذي يلقى علي حق يجب أن أقبله. دورات شنو يصير؟ يقول أنا فشلة إذا أقبله. شوفوا يعني يقول هذا قدام الناس أقبل هذا الكلام، عود يعني فشلة علي، أنه أفتشل، يعني يقولون هذا ما قدر على الثاني مثلا، خلي يقولون شنو يصير يعني، ما دام هو حق. الكبرياء على كلمة الحق، التكبر على كلمة الحق، هذا جدا يعني يودي الإنسان إلى النار، يودي إلى النار، بدليل هذه الآية التي تلوناها. نرجع إلى الآيات. إلهكم إله واحد. كل ما قرأنا من أول سورة النحل إلى الآن شنو كانت؟ أدلة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. توحيد الله أيضا يدلنا على الآخرة، إلى العقيدة بالمعاد. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. ليش؟ الأول قال خلق السماوات والأرض بالحق. هاي السماوات والأرض خلقت من قبل الله، هشكل قوترة يعني، شنو هالخبصة يعني ملايين السنوات بل مليارات السنوات، خلق وسماوات ومجرات ونجوم وبحار وأنهار، وكلها مسخرة لنا ونعم كثيرة، بعدنا من موت الروح ماكو شيء بعد، شنو هذا يعني؟ مستحيل، هذا عقلا مستحيل. الله الحكيم الذي خلق هذه السماوات والأرض خلقها بالحق، يعني أكو شيء وراء. هاي الدنيا ممر امتحان. يقول فالذين لا يؤمنون بالآخرة، ليش لا يؤمنون؟ قلوبهم منكرة للحق، يعني ليش منكرة؟ وهم مستكبرون، يستكبر على قبول كلمة الحق. طيب الله يقول لا جرم. لا جرم كلمة من لا وجرم، جرم يعني قطع، يعني لا يمكن أن لا يتحقق هذا. هذه كلمة عربية جدا أدبية، عندما تريد أن تقول شيء حتمي تقول لا جرم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون
وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. هذولكم لما كانوا يروحون عند بعضهم يقولون ترى كلام النبي صحيح بس إحنا ما نقدر نقبل. هسه مصالح كانت رئاسة قريش، رئاسة مكة، رئاسة الكعبة، أي شيء كان، بالنتيجة استكبار عن قبول كلمة الحق. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إصرارهم وإعلانهم. هذه كلمة جدا قوية، إحنا لازم أيضا نستفيد من هذه الآية. كل إصرارنا وأسرارنا تحت نظر الله سبحانه وتعالى، مو بس الإعلان. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، هذه بيناتهم كانوا يحجون ويستهزئون، واحد يسأل من الثاني. وإذا قيل لهم، مو يعني المؤمن يقول لهم، الكفار بيناتهم يقعدون، واحد بالاستهزاء يقول شنو جاب محمد اليوم، شنو نزلت آية صلى الله عليه وآله. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، مثل الاستهزاء، قالوا أساطير الأولين. شوفوا هل بها استدلال برهان؟ ماكو. يعني واحد لو من يريد أن يرد عليك في مقولة لازم عنده دليل. دليلهم شنو؟ أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة. أسطورة، طبعا أكو رأيين في هذه الكلمة، الرأي الصحيح هذا، أسطورة تلك الكلمات التي كانت في القديم كقصص وخرافات، واحد ينقلها يسموه أسطورة. الآن نستعمل هذه الكلمة أسطورة من السطر، يعني من الكتابة، هذه من كلمة السطر. أساطير جمعها، جمع الأسطورة. للاستهزاء يقعدون يقولون شنو جاب النبي هالأيام، آية نزلت، الثاني يجاوبه يقول له شنو، قالوا أساطير الأولين. يعني في الشيعة كلام جديد ما عنده، كلام إبراهيم وكلام نوح وكلام الأنبياء السابقين، قصص وحكايات يجيبها. شوف شلون استهزاء. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. هذه آية جدا مهمة، جدا جدا مهمة. شوفوا إخواني، الإنسان مرة يتحمل مسؤولية نفسه، عليه وزرها أو ثوابها. مثلا أنا مالي شغل بالناس، عندي طريقة أمشي عليها، لا أدعو الآخرين إليه، إلى هذه الطريقة يعني. هذا شنو يصير؟ عندي ذنب واحد، لا سمح الله إذا واحد مثلا يعمل قبيحا، يعمل معصية ولا يشجع الآخرين على هذه المعصية، شنو جزاء؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا جزاء أنه بكرة يوم القيامة يعاقب لأنه ارتكب هذه المعصية. وإذا عمل حسنة شنو؟ أيضا إذا عمل حسنة فله ثوابها. المشكلة وين تجي؟ المشكلة تأتي فينا، فينا يعني اللي يخطب واللي يلقي كلمة واللي يفسر القرآن واللي يلقي محاضرات بالجامعة و يعني يتكلم مع الناس. هذه جدا مشكلة. إذا عمدا طبعا بالعمد أضل آخرين، هو ضال، أضل الآخرين، شنو يصير؟ يصير أنه هو يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الآخرين، وهذا شيء عقلي. بمثال كسا كمثال أمثل لكم، إذا واحد عمدا يأخذ الناس إلى مكان خطر ويدري أنه يقعون في هذه الحفرة، وقعوا في هذه الحفرة وصاروا مجروحين، القانون الدولي شو يقول؟ كل دولة يقول أنت ليش أخذتهم؟ شريك الجريمة يسموه،
أو شريك الجرم. ليش؟ لأنك عالما عامدا أخذت بأيدي هؤلاء وطاحوا في الحفرة. هذا القانون يسري في القيامة أيضا. الرواية معروفة: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. واللطيفة أكو رواية عن النبي أيضا شوية أكثر من هذا. صلوا على محمد وآل محمد. في هذه الآية التي نتلوها الآن: ومن أوزار الذين يضلونهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما داع، داع يعني الذي يدعو الناس إلى شيء، إما يدعوهم إلى شيء حسن وإما يدعوهم إلى شيء سيء، أيما داع دعا إلى الهدى، إلى الهداية، فاتبع، صار إلى أتباع، فله مثل أجورهم. إيش قد لطيف هذا، مثل ما نقول الدال على الخير كفاعله، هذا من رواية أيضا: الدال على الخير كفاعله. يعني مثلا واحد يدعو الناس لبناء مسجد، هسه كعمل، هسه مو فكرة، عمل لبناء مسجد، لبناء حسينية، لما أدري مؤسسة خيرية، لعمل خير، أي شيء. يتبعه آخرون، يعني عنده وجاهة عند الناس، الناس اللي يسمعون منه يتبعونه. أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله مثل أجورهم. 50 نفر من هؤلاء اتبعوه، كم أجر عندهم ل50 نفر؟ 50 أجر بعد، طبعا اضربه في 10 حسنات يصير أكثر. هذا الذي دعا يعني صار سبب لهداية هؤلاء، هو يحصل ثواب، و50 ثوابا يحصل ثوابات ذولاك. ذولاك شنو؟ هذا مهم: من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني 50 نفر هم عندهم أجر، بس هذا لأنه صار سبب يحصل على 51 أجر، هو و50 أجر اللي اتبعوه. وبالعكس: وأيما داع دعا إلى ضلالة، فكر ضال، فكر منحرف، فاتبع، صار إلى أتباع، فإن عليه مثل أوزار من اتبعه. الله أكبر. يعني مثلا الآن، يعني حقيقة هذه الأفكار الباطلة التي تغزو مجتمعاتنا ووراءها من وراءها، دي يفسدون الشباب، الشابات، القضايا الثانية، الإلحاد وإلى آخره. يابا أنت مثلا ما اقتنعت بكلام القرآن، شو عليك بالناس بعد؟ ليش تتحمل أوزار الناس؟ هذه جدا مشكلة. يقول النبي: فإن عليه مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم، من ذنوبهم. ذولاك يتحملون ذنوب 50 نفر في واحد، أيام بني إسرائيل، ما أدري شو وقت، أيام قبل، دعا الناس إلى أنه أنا النبي. الآن طالعين كم واحد بعد، تدرون خو من جيب أسماءه، هواي صاروا في إيران، في العراق، منا هذا يقول أنا الإمام المهدي، وذاك يقول أنا ابن الإمام، وذاك يقول ما شنو. حتى في بلدنا هذا أتباع عندهم مع الأسف. طيب هذا الرجال ما يفكر أنه أوزار الكل يصير عليه؟ أيام بني إسرائيل واحد ادعى النبوة، خوب تدرون بعد الناس جهل وما أدري أي شيء اتبعوه. الجهل جدا مصيبة، اتبعوه بعدين تندم. أتصور ذاك لكم هاي القصة سنوات سابقة، يمكن اتندم، اجى عند النبي الحقيقي، مثلا موسى عليه السلام، مثلا دانيال عليه السلام، قال له: يا ابن، يا نبي الله، انا تندمت. قال: توب الى الله، ما بيها شيء. قال: ما يخالف اتوب على الله؟ قال: لا، مو هالشكل.
قال له شلون النبي الحقيقي؟ قال له تب إلى الله واذهب إلى كل واحد واحد من الذين أغويتهم وأضللتهم، لازم ترجعهم تقول بابا أنا كذاب، أنا يعني الدنيا غرتني فلان. قال ما يقبلون مني بعضهم. راحوا بعد منو يقبل؟ الله أتذكر أشياء ما أقدر أحكيها. واحد يحرف المسيرة تشوف المسيرة راحت بعد، بعد ما تقدر تلزمها بعد. النبي قال له لا روح احكي وياهم. قال يا نبي الله اكو بيهم من ماتوا رايحين بالقبور، شلون؟ قال احييهم. طبعا للاستهزاء. قال يوم اللي انت سويت هذا الشيء ما فكرت يجب عليك أن تحييهم من قبورهم؟ قال ما أقدر. قال معلوم ما تقدر. أسوأ شيء في مجتمعاتنا إخواني أنه واحد مو يتحمل وزر نفسه، يتحمل وزر الآخرين. يعني شنو؟ يعني يجي الضلال اللي عنده مع الأسف يخليه على الآخرين. قالوا أساطير الأولين الجواب ليحملوا أوزارهم، لأن هذول كانوا كبار قريش يأثرون معنويا وماليا على العبيد على الناس على الفقراء. ليحملوا يعني لازم يحملوا، ليحملوا هذا معناته لام الأمر، ليحملوا أو لام النتيجة الغاية يسموها. نتيجتها شنو؟ سيحملون أوزارهم، أوزار جمع الوزر، وزر يعني الشيء الثقيل، الذنب يقولوا له أوزار لأن ثقيل على كاهل الإنسان. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أوزار أنفسهم بعد، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذول اللي صاروا ضالين بغير علم، جهل كانوا خطية، هذول إجوا اتبعوا هذا الضال، كل أوزارهم على هذا. طبعا هذول كم لهم أوزار، لأنه ليش ما حققتوا؟ ليش ما طلبتوا دليل؟ ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين، بسرعة نقرأ حتى نخلص هاي الآيات، قد مكر الذين من قبلهم. الله يقول يا رسول الله هذا مو في شيء جديد، الآن احنا نقول مو في شيء جديد. قد مكر الذين من قبلهم، أكو أمم إجوا أيضا سووا هذا الشيء، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. السقف عادة فوق بعد، القواعد وين؟ تحت. الله يقول فأتى الله بنيانهم من القواعد، هم دا يطالعون السقف يشوفون القواعد انهارت، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذه طبعا تمثيل، مو أنه قاعدين في بناية وتهتز القواعد والسقف ينزل عليهم، لا، يعني كلما سعوا، إيش قد سعوا ضد نوح انتهى راح، نوح بقي في التاريخ، ضد إبراهيم أحرقوه، يعني أرادوا إحراقه بعد، ألقوه في النار، على عيسى على موسى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الدين الحق بقي، نعم زوبعة تأتي وتذهب، وبالنتيجة الحق يبقى، ولكن هؤلاء كل بنيانهم ينتهي. هذه في الدنيا، أما في الآخرة ثم يوم القيامة يخزيهم، الله يخزيهم، خزي يوم القيامة عجيب. شلون سيعبر القرآن ويقول أين شركائي الذين كنتم شاقون فيهم؟ هذول اللي كانوا تقولون هذول أصنام ومعبودين والضلال اللي سويته وينهم؟ قال الذين أوتوا العلم، هذه أوتوا العلم إشارة إلى الأنبياء والأولياء وإشارة إلى المؤمنين. قال الذين أوتوا العلم يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هناك يصير هذا المظلوم اللي كان يهضم في المجتمعات ويستهزئون به بي، الآن يبرز هناك يوم القيامة، يبرز يقول اليوم الخز عليكم أنتم الكافرين.
من هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة؟ تتوفاهم الملائكة يعني عزرائيل سلام الله عليه وأعوانه تتوفاهم يعني تأخذ روحهم، هذا إشارة إلى وقت الموت، موت الظالمين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم لعدم قبول الحق فألقوا السلم، وقت الموت يصيرون خاضعين. الطغاة الجبابرة لحظة الموت يقول أنا أستسلم يا عزرائيل، أنا ما مسوي شيء. تعبير عجيب، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، يجذبون إحنا ما سوينا شيء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، يعني هناكم يكذب، يكذب عند الموت. ليش؟ من خوفه، من هلعه، من فزعه. فادخلوا أبواب جهنم، جهنم إلى أبواب، كل باب إلى مجموعة، يعني ما تدخلوا أبوابه، يعني مو من كل الأبواب يروحوا، ما يصير واحد من كل الأبواب يروح، كل واحد من باب ويروح. المتكبرون من هذا الباب، الفاسقون من هذا الباب، المادري الظالمون من هذا الباب. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، مو خوش مكان، فلبئس مثوى، مثوى يعني مكان البقاء للمتكبرين. نستجير بالله. طيب الموعظة الأخيرة عن رسول، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من استوى يوماه فهو مغبون. ايش قد لطيف هذا الكلام. انا اليوم عندي 5 دنانير ماديا، خلينا نحكي، بكره عندي 5 دنانير تجاريا، ايش يقولوا لي؟ يقول لي هذا مغبون، هذا ما محصل شيء، هذه ماديا، فكيف اذا معنويا؟ اذا اليوم انا اعرف آية قرآنية واحدة، بكره نفس الآية اعرفها، شنو يصير؟ مغبون، يعني ما عنده حظ، حظه رايح. هذا او بمثال اخر، اليوم عندي ذنب والعياذ بالله لم استغفر منه، بكره هذا الذنب ايضا موجود، هذا استوى يومه. اليوم عندي حسنة واحدة، فد صلوات سويت مثلا، بكره نفس الصلوات، يصير نفس الشيء. اما اذا اليوم صليت على النبي وآله وغدا أيضا صليت على النبي وآله، هذا أيضا مغبون. ليش؟ صلوات وصلوات. أما إذا صليت مرتين على النبي وآله هذا بعد مو مغبون. كمثال يعني، من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط. اليوم سويت حسنة واحدة، بكرة سويت شنو؟ حسنتين، هذا مغبوط. مغبوط من الغبطة، يعني لازم واحد يحسده، مو حسد طبعا، يغبطه ويقول يا الحمد لله هذا تقدم، صار تقدم. اليوم معادلة واحدة رياضية تعلمتها بالمدرسة، بكرة 5 معادلات. حتى بالعلم هذا يجي، في كل شيء يجي، فهو مغبوط. هسه انت سوي بالعكس، شو يصير؟ ومن كان آخر يوميه، اليوم يوم والبارحة يوم، هذا يسموه، هذا اليوم يسموه آخر يوميه، يعني ذاك راح وهذا اجى. ومن كان آخر يومي شرهما فهو ملعون. ملعون يعني شنو؟ كلمة اللعنة يعني البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم ارتكبت لا سمح الله، البارحة ارتكبت معصية، اليوم ارتكبت معصيتين، شرهما يصير معك، فهو ملعون بعيد عن رحمة الله. آخر شيء النبي يقول ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان. هذا إلنا هواية مهمة، إحنا اللي شيبنا، إذا ما شفنا الزيادة في أعمالنا في حسناتنا إحنا إلى النقصان بعد، إيش ليضيع عمرنا.
ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. اللهم اجعلنا نأتي بالحسنات يوما بعد يوم أكثر فأكثر. اللهم أبعدنا عن السيئات واغفر ذنوبنا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.